يا لهوي، يعني فتحتي قرن الراجل؟ امال كنت عايزاني يعني سمي عليها خالتي؟ طب احمدي ربنا بقى ان هما ما بلغوش البوليس وودوكي في داهيه. انا من الاول قلت لكم يا جماعه انا مش نافعه في الشغلانه دي. الحمد لله، انا كمان كنت قلقان من شغلها من ورا ابي رضا. تصدق ان انا غلطانه اللي بعتك معاها؟ ما انا عارفه ان انت عيل فقري. الله، هو انا كل مصيبه تحصل تلزقوها فيا انا؟ بصراحه يا ماما عاطف ملوش ذنب. اهو شفتي. طب بس بقى اسكت خالص، راجل غريب شكلهم جم. انا كل ما افتكر وشه وانت بتعمل له باي باي بموت من الضحك. تحس ان انا بشتمه مش بعمل له باي باي. بس بصراحه اللي انت عملته فيه قلع من الشتيمه بكتير. هو اللي جابه لنفسه بقى. انا مالك، شفتي البخور جه فايده ازاي؟ طب وبالنسبه للاثنين المدلدلين دول نسيتيهم؟ اخلص يا بنت. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك يا ابي رضا؟ ازيك يا عاطف، اخبارك ايه؟ انت ايه اللي معادك بهدومك لغايه دلوقتي؟ وانا بيجاماتي خلصت خلاص؟ لا بس اصل لسه جاي من بره. جاي من بره؟ كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في النايت. في النايت؟ بتعمل ايه في النايت؟ اصل كان واحد صاحبه سالف منه فلوس فراح يجيبها. صاحبي مين؟ يا اخويا سيبك من عاطف وقول لي، راجع مبسوط يعني انت واخوك؟ هو الفرح كان حلو قوي كده؟ ده كان عالمي يا ماما، عالمي. يا سلام، للدرجه دي؟ واكتر. انت عارفه هو فرح مين الاول؟ اخوك بيقول لي واحد زميله. لا يا ستي، ده كان فرح نازلي بنت مرات عمي فاضل. يا لهوي، وايه اللي وداكوا هناك؟ انا بقى ما برضاش احكي لك عشان رد فعلك الاوفر ده. اصل ابي رضا دبس عمي تدبيسه طلعت من نفوخه. دبسته ازاي؟ عملت ايه؟ قول. لا لا، ده موضوع طويل ويطول شرحه، اغير هدومي الاول وبعدين اجي احكي لكم. ايه جو المسلسلات ده؟ وانت لازم يعني تطلع بفاصل عشان ترجع تكمل لنا الحكايه. اه لازم فاصل، محتاجه اريح شويه معلش. وانت كنت بره ولا ايه؟ لا بره. بره ايه؟ ما كانتش بره ولا حاجه. امال ايه اللبس ده؟ ايوه عشانك يا رضا، مستنياك وقال يعني عامله لك جو. جو ايه يا حليمه في وسط مجمع التحرير اللي احنا عايشين فيه ده؟ يوه يا اخويا، ان شاء الله دايما متجمعين يا رب. هخش اغير في السريع واجي لكم. ما تتأخرش يا أبي، عايز أعرف عملت إيه. حاضر. هو أنت ما تعرفش تسكت أبدا وتحط لسانك في بقك؟ والمصحف، والمصحف ما حد هيودينا بداهية غيرك أنت. أنت إزاي توافق على كده؟ وأنا كنت أعرف منين؟ أنا كنت مستني لحد ما تجيب لي تفاصيل عنه وعن حياته. وبعدين بعد ما عرفت هتعمل إيه؟ مش عارف، لسه بفكر. لسه بتفكر؟ نو واي، بقى الدكتور مراد حلمي اللي مترشح يبقى وزير يحط ايده في ايد تمرجي بيشتغل عنده في المستشفى؟ مش مهم هو بيشتغل ايه، المهم هو ايه. تاني يا مراد؟ تاني هتقول الكلام ده؟ ما شفتش كلامك عمل ايه بنتك؟ خلاها تسيب شادي بكل امكانياته دي وتبص لواحد جربوع. بصراحه انا مستغرب من تفكيرك الطبقي ده. المفروض ان انت دكتوره متحضره ومتعلمه، تقييمك للناس ما يبقاش على الاساس ده. صحيح انا دكتوره بس ام قبل ما اكون دكتوره، وعايزه بنتي تتجوز احسن جوازه في الدنيا. يبقى لازم نفكر بعقلنا ونشوف هنتصرف ازاي، لان اكيد فهمي ده احسن واحد بالنسبه لها في الدنيا، والا ما كانتش حكت عنه. انت هتجنني يا مراد، انت مش شايف مستواهم عامل ازاي؟ وانا كنت ايه من 30 سنه يا دكتوره؟ كنت لسه متخرج من الجامعه ومن اسره بسيطه وفقيره، واهلك كمان رفضوني، ولولا حبك ليا وتمسكك بيا ما كناش اتجوزنا. وحتى بعد ما اتجوزنا قابلتنا صعوبات كتير قوي في حياتنا، لحد ما جت البعثه وسافرنا بره وكوننا نفسنا. شوف النهارده حياتها بقى شكلها ايه. ما تقارنش نفسك بيه. مش انا اللي بقارن يا دكتوره، بنتك بتحب ومتمسكه بيه وهي اللي هتقارن، وساعتها مش هتقدري تقولي لها لا، وحتى لو قلت لها لا هتتمسك بيه وهتعند اكتر واكتر. يعني انت موافق؟ لا طبعا، بس مش بسبب ان الولد فقير ومن اسره بسيطه، لا بسبب اخوه انسان مش كويس. بالنسبه لي مش فارقه كتير، النتيجه واحده، ان احنا الاثنين رافضين. وقول لبنتك ان السما دي لو اتطبقت على الارض مش هتتجوز الولد ده. سامع يا مراد؟ لا يمكن. قبل صبري، قبل صبري، تروحت فين امبارح قبل صبري؟ حكو رحت فين يعني يا سعيد؟ مشيت قبل ما يرموني بره في الشارع. يا ستي ولا يرموكي ولا حاجه، الموضوع عدى على خير والحمد لله. عدى على خير؟ عدى على خير ازاي؟ الراجل فاجئنا كلنا وراح قال لمستر ساري انه مسامحك وانه معجب بصوتك جدا وهيجي كل يوم عشان يسمعك. معقول؟ والله زي ما بقول لك كده. طب مستر زاهر قال له ايه؟ هو يقدر يفتح بقه؟ الراجل ده تقيل قوي يا صابرين،
واحمد ربنا انه ما عفاش. اه ليه احمد ربنا ان انا ما عملتش فيه اكتر من اللي عملته سعيد. يا صابرين كبري دماغك شويه، الناس دي بتبقى مبسوطه شويتين وخلاص. يتبسط على نفسه، انت عارفني كويس، ما ينفعش معايا الكلام ده. ما علشان عارفك كويس بقول لك كبري دماغك، علشان في الاخر محدش يقدر يعمل لك حاجه. لا يا عم، انا واحده جايه تغني وتروح، محدش يطلب مني اكتر من كده. يا صابرين المفروض ان انت فنانه، والفنان ده بيعرف يجامل الناس ويتعامل مع الكل، مش هتخسري يعني حاجه لو قلت كلمتين حلوين. ماشي، اما نشوف اخرتها. اخرتها خير، المهم بس ما تتاخريش النهارده ان شاء الله. ادخل. هاتي الاخبار يا دكتور. اديني بقرا اهو. الدنيا كلها ملهاش سيره غير مستشفى الشعب. بركه فرضة بيه، مفيش مصيبه بتجينا اللي ما يكون اسم المخفي ده فيها. مصيبه؟ مصيبه ايه يا دكتور؟ دي اول حاجه عدله تجيلنا من ورا بوز الاخص ده. عدله؟ واضح ان انت مبسوط قوي يا فرمان. طبعا مبسوط يا باشا، دي ملايين ملايين يعني خير هيقوم علينا كلنا. عشان انت غبي يا فرماوي. بس الغلط ده يا دكتور الله. ما هي الملايين دي لما تجينا يا باشا هتجينا وراها الوزاره، ومش الوزاره وبس، لا الحكومه كلها. ما هو زي باشا انا مش فاهم حاجه. كل الاجهزه الرقابيه اللي في البلد هتيجي هنا عشان تتابع وتسالك ده فين وليه ومنين وراح فين. فهمت ولا لسه؟ يا نهار ازرق، دول هيلاقوا عليك بلاوي. بتقول ايه؟ قصدي علينا علينا. ما هي دي المصيبه، هتتفتح علينا ابواب جهنم من غير ما ناخد الابيض ولا اسود. طب والعمل يا دكتور؟ والله ما عارف، لازم نشوف طريقه تطلعنا من البلوه دي باي شكل. اللي حصل ده مهزله يا فرحات. يعني ايه يبقى عند الامن والحراسه دي كلها وولد زي ده يدخل هو واخوه الفرح؟ امن ايه ده؟ افرض بقى كانوا داخلين عشان يقتلوني. غلطه يا باشا غلطه، انا مشيت فيها 15 واحد. وايه الفايده؟ ما انت بغير طقم الحراسه قبل كده لما الزفت او ام الزفت دي دخلت عليا الفيلا. ولا نسيت انا اللي هيجنني ازاي دخل وسط الحراسه دي كلها؟ دخلوا مع الموسيقيين بتوع الرقاصه. نعم غلطه غلطه يا باشا. اسمع يا فرحات، العيال دي لازم تتربى، واللي حصل ده مش هيعدي على خير، انت فاهم؟ فاهم يا باشا، لكن هتعمل ايه في الخمسة مليون دولار؟ هتدفعهم؟ ادفع مين يا ابني؟ هو انا لسه تلميذ؟ لا طبعا، انا هسيبهم كده اسبوع ولا اسبوعين لحد ما ينسوا، ولو حد فيهم افتكر وكلمني هبقول لهم اي حاجه. متعسر، عندي ازمه ماليه. الو؟ ايوه يا فندم. يا فندم دي اقل حاجه هقدمها لمصر. مصر دي ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا ان شاء الله. يا فندم ده انا لحم اكتفي من خيرها، ومهما عملت مش هقدر اوفيها حقها. العفو يا فندم. كم عليك؟ لا لا تمام سعادتك. مع السلامه يا فندم. خير يا باشا؟ مين كان بيكلمك؟ ده مدير مكتب سياده الرئيس. تتكلم جد؟ يا دي حاجه فيها هزار. كان عايزين ايه؟ كان بيشكرني على 7 مليون اللي هتنايل ادفعهم لمستشفى الشعب. 7 مليون؟ مش كانوا 5 يا باشا؟ انت فكرك يعني لما مكتب الرئاسه يقول 7 هقدر اراجعهم؟ المصيبه ان انا لا قلت لا 5 ولا 7 ولا فتحت بقي من اصله. الله يحرقك يا رضا الكلب انت. طب يعني كده اتدبست فيهم؟ ايوه اتدبست، اتبيلت هدفعهم. مكتب الرئاسه هو اللي بيتابع الموضوع بنفسه، يعني في خلال اسبوع لازم اكون وردت المبلغ. اسمع يا فرحات، الواد رضا ده انا عايزك تجيبه متكتف زي الفرخه المذبوحه وترميه قدامي. هو مش ابن اخويا وانا عمه؟ خلاص محدش يلومني لما اربيه. لا يا باشا ما ينفعش دلوقتي خالص، العالم كله عرف ان رضا ابن اخوك، واي حاجه هتحصل له هتبقى في وش عليه. حضرتك داخل على منصب كبير، لا عايزين دوشه ولا مشاكل. يعني ايه يا فرحات؟ انت عايز ناخد الخط على دماغي وحتى ما اقدرش اقول اه؟ ماشي ماشي يا رضا، مسير اروق لك. ادخل. تحت امرك يا دكتور. تعال يا رضا، تعال تعال اقعد. ما يصحش يا دكتور. اسمع الكلام واقعد. شوف يا رضا، انا عاوزك تستوعب الكلام اللي هقوله دلوقتي لان مش هكرره تاني. خير يا دكتور؟ اخوك فهمي يبعد عننا، مش عايز اسمع سيرته خالص. طب حضرتك ممكن تديني فرصه وتسمعني؟ انا جايبك هنا عشان انت اللي تسمعني مش انا اللي اسمعك. على فكره يا دكتور فهمي مش وحش، فهمي كل سنه بيطلع من الاوائل، وحضرتك تقدر تسال اساتذته في الكليه.
هيقولوا لك اللي انا بقوله ده، يعني مستقبله كويس مش وحش، وحضرتك تقدر تعتبره زي ابنك. بالنسبه بقى للدكتوره امنيه، اسمع، ما تجيبش سيره بنت على لسانك، وتفهم اخوك يبعد عنها خالص، ولو حاول يتصل بيها او يكلمها اعتبر نفسك مرفوض، مش بس من المستشفى، لا انا بعلاقاتي ممكن ما خليكش تشتغل في اي مستشفى تاني. طب انا ممكن اعرف بس فهمي عيبه ايه؟ انا مش جاي اتكلم هنا عن مزاياه وعيوبه. ايوه، ما انا من حقي اعرف ايه سبب الرفض. عاوز تعرف سبب الرفض؟ ان اخوه حرامي مرتشي، وانا بنفسي ماسكه وهو بياخد رشوه من المرضى، واعتقد ان الاخوه بالشكل ده ما اقدرش امن على بنتي معاه. حرامي ايه بس يا دكتور؟ حضرتك ظلمني على فكره، لان انا مش عاوز رأي كتير، اللي بقوله تسمعه خلاص، مفهوم؟ مفهوم. اتفضل. ايوه فاتن، اخوك انا عندي دلوقتي وانا خلصت الموضوع. ركز بقى يا فريد، ركز. ها انا ركز يا عم؟ لا تركز انت، انت مش عارف تشرح حاجه. مين ده؟ انا احسن واحد اشرح البتاع ده. انت مش عارف اسمه، تقول لي احسن واحد. على فكره عارف اسمه كويس قوي، انا بس كنت بمزحلك. ها قول لي اسمه ايه البتاع ده. ما تسيب الواد في حاله يا عاطف، هو انت ما تقعدش جنب حد يا ابني غير لما ترضي فيه؟ حق عليا ان انا عايزه يفهم وينجح، ولما يكبر يبقى زيه. الشر بره وبعيد يا اخويا، تفهم من بقك. اوه قوم افتح الباب وسيب الواد يذاكر لوحده احسن. ده ايه الهم ده؟ ازيك يا ابا صابرين؟ ازيك يا عاطف، تعال عشان عايزاك. ازيك يا خالتي؟ ازيك انت حبيبتي؟ خير يا صابرين؟ الاستاذ سعيد زميلي النهارده في المدرسه كلمني عشان ارجع الشغل تاني. طب وراك انت فتحت دماغه وسيحت له دمه؟ بيقول انه سامحني وقال لي مستر زاهر قال ايه يرجعني الشغل. يا ما انت كريم يا رب، شايفه ربك كريم ازاي؟ طب وبعدين يا خالتي هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه يا صبري؟ في رضا، مش المفروض نقول له بقى؟ انا مش عايزه ابقى بعمل حاجه من وراه. شوف البنت اللي عايزه تخرب على نفسها. انا مع ابله صابرين، اه لازم ابي رضا يعرف كل حاجه كده اسلم. وانت مالك انت يا حشد؟ انا حق عليا اللي بقول رايي. الله الله الغني عن رايك يا سيدي، خليه لنفسك. اسمعي مني يا صابرين واصبري شوي. هصبر لحد امتى بس يا خالتي؟ ده هيبقى شغل ثابت، يعني لازم اروحه كل يوم في نفس الميعاد، ومش هينفع نعمل زي امبارح ورضا نزل لا ما نزلش والجو ده. يا ستي ساعتها هتتقضى، هو انت شايفاه بيقعد قوي؟ وافرضي الفاس وقعد في الراس وجي في يوم وقعد، ساعتها بقى هنتصرف ازاي؟ تبقي تنزلي انت الاول وعاطف يحصلك. لا يا جماعه انا مش هعرف اشتغل في جو القلق ده. خلاص بقى يا صابري، لما يبقى يحصل ساعتها نبقى نقول له. لا يا خالتي، انا اول لما رضا يجي هحكي له على كل حاجه، واللي يحصل يحصل عشان نبقى على نور. معقوله يعني رضا عمل كل ده بسببك؟ ابي رضا طول عمره كده، ممكن يعمل اي حاجه عشان خاطرنا، ما بيستحملش علينا الهوا. طب بس ايه اللي يخلي انكل فاضل يعمل كل ده معاك؟ اكيد شادي اشتكاله، هو طبعا مش هيزعل شادي بابن مراته. بصراحه شادي ده دمه تقيل قوي وتافه قوي. بس غني قوي جاهز قوي، واي مقارنه هتحصل ما بينه وما بيني اكيد هتبقى في صالحه. وامال ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما تخليك واثق في نفسك شويه اكتر من كده. اولا مفيش مقارنه بينكم، ثانيا حتى لو في مقارنه بينكم انت ناسي انك عندك ميزه مهمه جدا ممكن تخلي المقارنه دي في صالحك. ميزتي اني بحب بجد. وامال ايه؟ يا لهوي ده لسه بيسال، امال انا بعمل كل ده ليه؟ ايوه يعني هتتحملي ظروفي وتستحمليني ولا هتزهقي؟ ممكن تبص للناس اللي حواليك شويه وتحاول تتعلم منهم. بص لاخوك رضا مثلا اللي قرر ان هو يدي انكل فاضل درس ما ينساهوش طول حياته لمجرد ان هو فكر يقرب من حد فيكم، رغم ان مفيش مقارنه بين قدرات انكل فاضل ورضا، بس هو فكر وقرر ونفذ ونجح. بلاش دي، شوف قصه حبه اللي بقالها 7-8 سنين ولسه ما اتجوزش. ليه ما يقسش؟ ليه ما يزهقش مثلا؟ انت عارف انا نفسي اعيش قصه حب زي دي، بعد ما نتجوز احكيها لاولادي واحفادي. انا بحبك، بحبك قوي، وهعمل كل حاجه في الدنيا دي عشان خاطر نفضل مع بعض. ايوه كده، ربنا يخليك ليا. يخليك ليا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبي. معلش أنا راجع تعبان، هخش أريح شوية وأنت ساعتين كده وبيتعالي صحي. ما أنت ما نمتش كويس امبارح يا رضا. أنا مش عارفة إيه اللي وداك المستشفى الصبح. مش أنت أنا بشيتك بالليل يا ابني؟ معلش يا أمي، يعني كان عندي حاجات مهمة في المستشفى وكان لازم أعملها. يلا صباح الخير. رضا من أنا. معلش بس كنت عايزة أكلمك في حاجة مهمة يعني. خير يا صبري؟ أنا عارفة إنك راجع تعبان من الشغل ومش متحمل، بس يا رضا الوقت عمال يجري واحنا لسه ما عملناش حاجة في موضوع الشقة. وهو بإيدي يعني يا صابرين؟ ما أنت شايفة هو أنا بعمل اللي عليا وزيادة، وبعدين هجيب لهم مبلغ زي ده منين؟ أنا عارفة إنك بتعمل اللي عليك وزيادة، بس دي فرصة مش هتتكرر يا رضا، ولازم نعمل حاجة. وبعدين أنا ممكن أنزل أشتغل وأساعدك. وحضرتك هتشتغلي إيه بقى؟ هتدي دروس موسيقى؟ لا مش كده، بس ممكن أشتغل شغلانة تانية. صابرين، لو ناوية تتكلمي في موضوع الغنى ده يبقى احسن لك ما تتكلميش. يا ابني طب اسمعها الاول بس. انا مش عايز اسمع حد يا امي، الموضوع ده بالنسبه لي منتهي، وبالنسبه لموضوع الشقه انا هتصرف في الفلوس ان شاء الله. ارتحتي؟ مش قلتلك؟ طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي يا خالتي؟ ولا هنعمل حاجه، انت تتكلي على الله وتنزلي شغلك، وانا بس يومين ثلاثه وافتح معاه الموضوع كده، بس يكون في ساعه رواقه. ومنير. ازيك يا بابي؟ اهلا يا حبيبتي. وريلي الاخبار كلها ايه؟ الحمد لله تمام. طب اقعدي، عاوز اتكلم معاكي شويه. ايه الجو ده؟ شكل الموضوع مهم. بالظبط كده. خير يا بابي؟ بخصوص ايه؟ بخصوص فهمين. ماله فهمي؟ انت عارفه ان اخوه اللي عرفنا عليه في الفرح ده بيشتغل ممرض عندي في المستشفى؟ لا هو انا عارفه ان هو ممرض، بس ما اعرفش انه بيشتغل عند حضرتك في المستشفى. بس ايه المشكله يعني؟ عشان ممرض؟ لا طبعا. انت عارفه بابي كويس، ما بيفكرش بالشكل ده. المشكلة إن أخوه ده سلوكه مش كويس، وأنا قبل كده مسكته وهو بياخد رشوة من المرضى، وكل مصيبة بتحصل في المستشفى بكتشف إن هو اللي وراها. وأكيد طبعا واحد زي ده أخوه مش هيبقى ملاك يعني. إيه بابي اللي أنت بتقوله ده؟ أنت أكيد بتتكلم عن حد تاني غير رضا. اللي أنا أعرفه من فهمي إن رضا ده بني آدم مفيش زيه في الدنيا، وضحى بمستقبله كتير قوي عشان خاطر عيلته بعد وفاة باباه. بقاله سنين نفسه يتجوز ومش عارف. لو زي ما انت بتقول كده على الاقل كان زمانه متجوز دلوقتي. ده اللي قالهولك فهمي، عشان كده انا مش عايزك تصدقي كل كلمه بتتقالك. انت لسه صغيره وما عندكيش الخبره انك تحكمي بيها على الناس، عشان كده حبيبتي عاوزك تتعاملي بحذر لحد ما تتاكدي من كل كلمه بقولها لك، عشان بعد كده ما تتصدنيش. معقولة؟ رضا؟ ايه ده؟ انت لسه هنا؟ ايه؟ ما عندك صيدلية النهاردة ولا ايه؟ لا انا نازل عندي مشوار تاني، بس كنت مستنيك، عايز اتكلم معاك شوية. خير حبيبي؟ انت قابلت امنية النهاردة فاهم؟ اه. ما اتكلمتش معاك في حاجة؟ اتكلمت، بس انت عرفت منين؟ مش مهم عرفت منين، المهم انا عايز اعرف هي قالت لك ايه. قالت لي اتعلم منك يا سيدي، مبهوره قوي بثقتك بنفسك وبقصه حبك انت وصابرين، لدرجه ان ابتديت اغير منك على فكره. بتحبها فاهم قوي يا بيه؟ هي بنت جدعه قوي، لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زيها. ربنا يسعدك يا فهم. يلا هنزل انا. طب استنى بس يا بيه، ما قلتليش انت عايزني في ايه؟ لا مش مهم بقى، انا اصلا نسيت انا كنت عايزك فيه. سلام. الحمد لله على السلامة يا أبلة. الله يسلمك يا مستر. الحقيقة اللي انا كنت فاهمه انك أبلة موسيقى، ما كنتش اعرف ان عندك مواهب تانية وانك أبلة في المصارعة كمان. يا مستر حضرتك ما شفتش هو عمل ايه؟ هيكون عمل ايه يعني؟ خليك تسيح دم الراجل بالشكل ده. يا مستر دي حاجات ما تتحكيش، وبعدين مش بعيد لو كنت حضرتك موجود كنت عملت فيه اكتر من اللي انا عملته بكتير. اعمل ايه؟ انت بتقول ايه؟
انت لحد دلوقتي مش فاهمه ان اللي عملتيه ده جنايه، ولاش الراجل ابو طيب وسامح في حقه، كان زمان ايديكي دلوقتي في الكلبشات. يا مستر انا اول ما شفته بيتصرف بالسفاله دي ما حسيتش بنفسي. غلط غلط يا ابله، ان انا ورايح لازم تحس بنفسك، ده راجل اعمال كبير مش تلميذ عندك في المدرسه. وقلتها لك يا صابرين قبل كده واعدها لك تاني، اللي انت واقفه فيه دلوقتي هنا ده كباريه نايت كلاب مش مدرسه يا ابله. مفهوم يا مستر. يبقى من هنا ورايح تتصرفي على الاساس ده، مش كل يوم والتاني الاقي حد بيقول لك كلمتين اعجاب بصوتك عليكي مسيحه له دمه. حاضر. دي اخر مره اقول لك الكلام ده صابرين، اتفضلي دلوقتي يلا اجهزي على نمرتك. على اذنك. والله انا ما فاهم انت مقير مني ليه يا حاج سليمان. يا عم اذا كان على الطلبيه الاخرانيه اعتبرها ما جتش، هشيلها انا والرجاله بتوعها. نقلت يا فرماه وانت بتشتغلني ولا ايه؟ دي بالون سياحه يا عم، دي لا فيها ازازه دواء ولا سرنجه ولا اي حاجه خالص، ده انا دافع فلوس من جيب عشان اخلص منها، كل اللي فيها شويه اكل حمضان وملهمش اي لازمه. يا عم الحاج صدقني احنا جالنا مدير جديد حاطط حوالينا شويه نضرجيه، بالك انت لو سرنجه اتنطرت كده ولا كده العصافير بتاعته تبلغه ويعمل لنا موال. خلاص بقى يبقى ما تبعتليش حاجه تاني يا عم. يا عم استهدى بالله، النبي ما تزعل يا حاج، انت زعلك على راسي من فوق. والمره دي بقى انا محضرك طلبيه تمام، مش هتحتاج تحط ايدك فيها، هي زي ما هي كده. عدم المؤاخذه يعني يا معلم، الحاجات دي بتعملوا بيها ايه بعد كده؟ بتعمل منها اكياس بلاستيك، بلاستيكات، اروانات، ولو فيها معدن بقى بتخش في حاجات تانية كتير بتتدور يعني. بص بقى يا حاج، انا ملاغي شوية من رجالتي كده في مستشفيات تانية يجمعوا لك حاجات على رواق، الحاجات دي هتتجمع النهاردة، انت تبعت العربية وتشيل. لا يا عم الحاجة تجيلي لحد هنا، الأسطى جابر مش هنا وانا بقى ماشي لحد تاني يا اخويا. خلاص عندنا المشوار ده يا عم فرماوي، برضه عشان ما نزعلش المعلم، انا عندي واحد صاحبي معاه عربية نص نقل، هيحمل الحاجة وانا هطلع معاه بنفسي. ايوه دي تاني ما تزعلش بقى حاجة. يا عم تبسم بقى. لا 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 يا رضا انا زعلان منك، انت ليش مسوي بيني وبينك حواجز؟ عف عليك، شايل هم الدنيا كلها على راسك علشان 20,000 جنيه؟ انا بس مش عايز اتقل عليك ابو عبد الله. لا اله الا الله، شو تثقل علي فيه يا اخي؟ ها انت مثل ولدي، اسمع باكر تجيني تاخذ الفلوس كاش لان الحين الفلوس مو معي. ربنا ما يحرمني منك ابو عبد الله، بس معلش انا مش هاخد منك اي فلوس الا لو كتبت لك بيهم وصل امانه. اوه رجعنا للكلام اللي زعل، وصل امانه؟ انت تكتب لي وصل امانه؟ بين الخيرين ما في حساب. ورحمه ابويا الغالي، ما هاخد منك مليم واحد الا لو كتبت لك وصل امانه. خلاص خلاص كيفك، سو اللي تبيه، اعرفك راسك يابس مثل ابوك. واسمع بهذه المناسبه السعيده، انت الليله بتسهر معي سهره في منتهى الجمال بمناسبه الشقه الجديده. وانت بتتلكك عشان تسهر ابو عبد الله؟ سواء كانت المناسبه سعيده ولا تعيسه تقول لي يلا نسهر. السهر حلو والفرفشه حلوه، ايش قل؟ انا موافق. خلاص ما دام موافق اغير ملابسي واجي لك. تفضل تفضل ابو عبد الله. يلا تفضل. الو يا حليمه، يا صابرين فين؟ بطلبها موبايلها مقفول. اه صابرين؟ لا يا حبيبي مشين، اصلها وصلت لحد الوليه ام امل عشان تطمن عليها وعلى بنتها. لا لوحدها ازاي؟ عاطف معاه. طب تمام، لما ترجع بقى خليها تكلمني ضروري. ها عندي خبر حلو. خبر حلو؟ طب قول لي يا حبيبي فرح قلبي. لا اقول ايه، انا عايز ابلغها بنفسي. كده برضو يا رضا، مش عايز تقول لامك حبيبتك؟ انت ليك حد غير يا ولا عشان تقول له كل حاجه؟ خلاص بقى يا حليمه، انت هتعملي لي مناحه؟ طيب بس احلف انك مش هتجيبي لها سيره. ورحمه الغالي ما هقول حاجه، انا جبت مواد من الشقه. معقوله؟ ابو عبد الله الله يكرمه هيسلفني المبلغ وهنروح بكره ندفع ونستلم على طول. ربنا يبارك له يا رب. يا ألف نهار أبيض يا رضا، مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا أمي، الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي. أول ما توصل صابرين هخليها تكلمك على طول. لا يا حبيبي معقول أنسى؟
مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة. طب وجا جيبها ازاي الساعات؟ الو، ايوه ماما حليمة. ايوه يا عاطف، صابرين معاك؟ لا صابرين لسه بتجهز فلوس عشان طالعة على المسرح. وبعدين بقى، طب اسمع اما اقول، روح لها على طول وقول لها ان رضا عمال يكلمها وسأل عليها. ليه خير؟ في حاجة؟ يا بني ادم اسمع الكلام وروح قول لها على طول، خليها تكلمني بسرعة. ما انا بقول لك يا تيجا دلوقتي ومش فاضية خالص، لو في حاجة مهمة قولي لي وانا بلغها لها. ايه؟ بجد؟ ده خبر حلو قوي. معقولة اللي بتقوله ده يا عاطف؟ اه والله، ماما حليمة لسه قافلة معايا. الف حمد وشكر، يا ما انت كريم يا رب. وسع كده. استني، راح فين؟ راح افش غلي في الاسم زاهر ده واسيب له المخروط ده وامشي. وانت تعملي له ايه يعني؟ لا اعمل له ايه؟ دي بقى لما اوصل قدامه وهو نصيبه ساعتها، عشان يبقى يقعد يقلب فيا كويس زي التلامذه. استني بس يا ابله. استنى ايه تاني؟ هعدي العيد على خير عشان خاطر. اعديها ليه يا عاطف؟ وانت عايزني اغني تاني في المكان ده؟ انت مش جيتي وجهزتي؟ ماله لما تغني؟ اغني ايه؟ انا مش هقعد هنا ولا دقيقه واحده بعد كده. اصبري بس لما تقابلي ابي رضا فهمي من الموضوع، بعد كده ابقى قرري. هتفرق في ايه يعني؟ هتفرق انك تكوني فهمتي راسك من رجليك وشفتي الفلوس بعينيك بدل ما تعملي اي